كل سنة وانتم طيبين وعلى أسئلتنا مجاوبين علشان بجوازنا تكونوا فايزين. ومعاكم عمرو أبو جبل في حلقة جديدة من برنامجنا الدين بيقول إيه؟ وسؤالنا المرة دي بيقول كم عدد أبناء وبنات الرسول؟ يلا نشوف الإجابات. سبعة. سبعة؟ مين هم؟ سبعة. مش عارف. مش عارف. لا. خمسة. خمسة. ها. تمانية. تمانية. ها. سبعة. 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 تعرفوا أسمائهم؟ أسمائهم؟ لا. كم عدد أبناء وبنات سيدنا محمد؟ اللهم صل وسلم عليه. الصلاة والسلام. جايزة، في جايزة. أيوه جايزة يا أستاذ أحمد. جايزة يا عم أحمد. سبعة. سبعة. ممكن تقولهم لي؟ لو كانوا سبعة. أبو القاسم. أبو القاسم؟ والله مش عارف كل الأسماء، معلش. كم عدد أولاد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ عليه الصلاة والسلام. ستة. ستة. اه. ستة. طب نعدهم مع بعض. رقية. رقية. قاسم. أبو القاسم. وزينب. وزينب. ورقية وزينب، هم ستة. ناخد البنات الاول. زينب. سيدتنا زينب ورقيه. ورقيه ام كلثوم و سيدنا علي عليه الصلاه والسلام. عليه. و زوجة سيدنا علي مين؟ رقيه. ستنا. ستنا لو والاسم بنت محمد سرقت لقطعت يدها. مين؟ فاطمه. فاطمه. يبقى احنا كده عندنا اربعه بنات. أربعة. كويس جدا. الاولاد بقى ابراهيم وابو القاسم. ابراهيم وابو القاسم. ايوه. يعني مفيش تاني؟ ابراهيم وابو القاسم والزبير. لا. اسمه يعني مسمى، يمكن الزبير مسمي ابنه على نفس الاسم. عبد الله. عبد الله. عبد الله. عبد الله. يبقى كام ولد؟ ثلاثة. ثلاثة. وبنات؟ وأربعة. أربعة. يبقى أولاد الرسول كام؟ سبعة. 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 أي. سبعة. أيوة سبعة. أربع بنات وثلاثة أولاد. عليه. ثلاث سنين. بالمصري كده يعني. أيوة صح. متن كل سنة وحضرتك طيب. طيب. حضرتك أول حد تجاوبنا على السؤال ده، فبالتالي ليك جايزة مقدمة من قناة ETC. اتفضل. ربنا يبارك لك. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب يا فندم. عايزين بقى ايه يعني كلمة كده للناس، كل سنة وهم طيبين. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعلها سنة سعيدة عليكم، وربنا يديم عليكم بخير. كم عدد أبناء وبنات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. بص، هو خلف ولدين وتوفى، اللي هم القاسم و اللهم صل على النبي ابنه الثاني. تمام. تمام. بناته بقى 5. 5. كم عدد أبناء وبنات الرسول؟ عدد أبناء وبنات الرسول، بنات الرسول 7. بنات الرسول 7. تمام. والأولاد؟ والأولاد فكر فكر فكر. ماما بتفكر برضو صح؟ كام؟ واحد. واحد. سبعة. 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 سبعة يا ماما. سبعة. 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 تلات أولاد. وأربع بنات. أربع بنات. أي. أي. أبو القاسم. تمام. وعبد الله وإبراهيم. تمام. والبنات. تمام. اللي أنت لسه قايلة أربعة. أربعة. اللي أنت لسه قايلة دلوقتي. أيوة. الحسن والحسين. أيوة. أمهم تبقى ستنا. أمين. فاطمة. ستنا فاطمة. تمام. أيوة أيوة. وفي تاني ستنا رقية وستنا أم كلثوم. ربنا يزيد. وستنا زينة يرحمهم ويرحمنا جميعا عليهم السلام. عليهم السلام. يبارك لك يا حبيبي. طيب. حضرتك كسبتي معانا جايزة مقدمة. يا صلاة النبي. يا صلاة النبي. حضرتك كسبتي معانا جايزة مقدمة من قناة ETC. أنا بس لقيتك بتصلي على سيدنا النبي فقلت استنى، يعني الصلاة أولى من أي حاجة. أنا كفاية عليا أنتوا، أنا مش عايزة جايزة لوحدك، كفاية عليا أنتوا. ربنا يبارك فيك يا رب. والله العظيم. ده كفاية قلب حضرتك الأبيض ودعواتك الحلوة دي يا رب. اتفضلي يا ماما. حبيبي ألف شكر. كل عام وأنتوا بخير. وأنتوا طيبين. خلصت خلاص حلقتنا، لكن اللي ما كسبش جايزة أكيد كسب معلومة، يعني كده كسبان وكده كسبان. والدين بيقول إيه؟ ساعة الختام وجب السلام.
سلام عليكم.